احتشد عشرات الآلاف في ميدان الستين بصنعاء لإحياء جمعة 11 فبراير يوما وطنيا للتأكيد على استمرار الحالة الثورية بهدف إنجاز ما تبقى من أهداف ثورة الشعب السلمية وإحداث تغيير حقيقي يفضي إلى بناء اليمن الجديد. محمد الحطامي والتفاصيل. حشد كبير تجمع في ميدان الستين بصنعاء لإحياء جمعة 11 فبراير يوما وطنيا. هتف أحرار وحرائر اليمن لثورة فبراير التي تدخل عامها الثالث بعد أيام قلائل، ثورة ما تزال متوهجة وقادرة على صنع المزيد على طريق إنجاز ما تبقى من الأهداف. شباب الثورة طالبوا بضرورة معاقبة معرقلي مسار التغيير واستعادة أموال الشعب المنهوبة ومحاكمة قتلة شباب الثورة وإزالة رموز الفساد من جميع المؤسسات والمرافق العسكرية والمدنية وسرعة استكمال قرارات التهيئة لمؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ قرارات هيكلة الجيش. ودعا الثوار إلى تهيئة الأجواء لمؤتمر الحوار الوطني، كما دعوا المشاركين في الحوار إلى الحفاظ على المصالح الوطنية العليا للشعب والتحاور بجدية بعيدا عن الاختلاف. نؤكد لجميع الثوار في جميع الجمهورية أننا هنا صامدون ومستمرون حتى تحقق كافة أهداف الثورة. خطيب الجمعة صالح عبد الله الحلحلي أكد أن ثورة فبراير أحدثت نقلة كبيرة في تاريخ اليمن، داعيا القيادة السياسية الرضوخ لرغبة الشعب اليمني في إدراج 11 فبراير ضمن قائمة الأعياد والمناسبات الوطنية. 11 فبراير يوما وطنيا لأنه نقلة في تاريخ اليمن الحديث، يمن الثورة الشبابية الشعبية السلمية. خطيب الجمعة أكد على مواصلة النضال لتحقيق بقية أهداف ثورة الشباب وإحداث تغيير حقيقي والنهوض باليمن. مع ما تحقق فلا بد من مواصلة الثورة حتى إزالة كل مظاهر الفساد وحتى إتمام هيكلة الجيش والأمن وتعيين قياداتها من الكفاءات الوطنية وبناء دولة المؤسسات واستقلال القضاء وتحقيق العدالة الانتقالية واستعادة ثروات الأمة المنهوبة وإعادة محافظتي صعدة وأبين إلى صيدرة الدولة وتغيير الفاسدين في المحافظات والمكاتب الوزارية والمؤسسات. المحتشدون أدوا صلاة الغائب على فقيد الوطن الفنان محمد مرشد ناجي وعلى أرواح شهداء الثورة السورية. دون كلل أو ملل يواصل ثوار اليمن المشوار في سبيل تحقيق أهداف الثورة وبناء دولة النظام والقانون والعدالة المتساوية. محمد الحطامي، قناة سهيل، صنعاء. أكدت الحائزة على جائزة نوبل الناشطة توكل كرمان في تصريح لقناة سهيل أن ثورة فبراير حققت كثيرا من الإنجازات على طريق إحداث التغيير الحقيقي، داعية إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تحفظ إنجازات ثورة الشعب السلمية وتضمن المضي قدما نحو بناء يمن حديث ومتطور. مضي عامين على انطلاق الثورة الشبابية السلمية هو مضي عامين على انطلاقة الإرادة اليمنية، إرادة الشعب اليمني، إرادة شبابه الثائر ونسائه الثائرات نحو تغيير جذري حقيقي يقلع جميع رؤوس الفساد في هذا البلد ويؤسس للدولة المدنية الحديثة. ما تحقق الكثير حقيقة منذ أن أسقطنا نظام علي رأس النظام علي عبد الله صالح، ومنذ أن أتينا بالرئيس هادي رئيسا ثوريا، رئيسا يعبر عن الإرادة الثورية، وكذلك منذ أن بدأت هيكلة الجيش والأمن. لكن الخوف من أن كل هذه الإنجازات التي مرت خلال هذه السنوات الماضية، الخوف الشديد من أن يتم الانقلاب عليها. هذه الإنجازات على شفا حفرة، على شفا الهاوية، البلد بأكملها، العملية الانتقالية على شفا الهاوية إن لم يتم استكمال إجراءات الهيكلة، إن لم يتم تعيين قادة المناطق السبع على أساس من الكفاءة والنزاهة، إن لم يتم إخراج علي عبد الله صالح من العملية السياسية من على رأس حزب المؤتمر الشعبي العام، فكل ما تم إنجازه خلال السنتين السابقتين سوف يتداعى. أنا أحذر من هذه من هذا من هذا التداعي، وعلينا جميعا أن نقف بمسؤولية لكي لا يعني تتدهور الثورة ويتدهور يعني خياراتنا القادمة.
هذا. وكان ثوار وثائرات اليمن قد دعوا إلى اعتماد يوم انطلاقة الثورة الشعبية السلمية في 11 فبراير يوما وطنيا يحتفى به باعتبارها ثورة أحدثت مجالا للتغيير والنهوض باليمن. نتابع ثورة 11 فبراير، هذه الثورة العظيمة التي قامت لتنتصر بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الرجال الثابتين الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن والثورة ومن أجل كرامة اليمن. هذه الثورة جاءت لتعيد للشعب ثورة سبتمبر وأكتوبر وتعمق الوحدة الوطنية وتحقق كل ما يصبو إليه الشعب اليمني من التقدم والازدهار والوحدة والنماء. الثورة لم تحقق كامل أهدافها، فبالتالي فنحن مستمرون في الساحات حتى تحقيق كامل الأهداف وإنجاز الحوار الوطني والدخول إلى مرحلة جديدة انتخابات 2014. فهذا بدون تحقيق أهداف الثورة لن يرحل الثور من الساحات. 11 فبراير عاد للشعب اليمني كرامته، ونذكر الأخ رئيس الجمهورية لولا يوم 11 فبراير ما وصل إلى المكان الذي وصل إليه. ولذلك شباب الثورة يطلبون من كل الإخوة في جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في القطاع العام والخاص بأن يعتبروا يوم الأثنين القادم إجازة رسمية يحتفلوا فيها أبناء الشعب اليمني بهذا اليوم العظيم. رسالتي للشعب اليمني بأن يحافظ على ثورته وأن يستمر أيضا حتى تتحقق كافة الأهداف وكافة المطالب الشعبية. سنعطل سواء أقر كعطلة رسمية أم لم يقر سنعطل. في عدن وفي جمعة حاشدة أعادت المشهد مرة أخرى للأيام الأولى للانطلاق ثورة 11 فبراير، حيث احتشد شباب الثورة بعدن في ساحة الحرية في كريتر. خطب خطيب الجمعة 11 فبراير عيدا وطنيا الأستاذ منذر السقاف، أكد أن يوم انطلاق شرارة الثورة لن ينسى وسيخلد في التاريخ اليمني يوما للحرية، حيث خرج أحرار اليمن وحرائرها في مسيرات سلمية في ساحات الشرف والكبرياء لكبح الاستبداد وكسر حاجز التوريث. كما دعا خطيب عدن الرئيس سادي لتكريم الثورة السلمية بإعلان 11 فبراير يوما وطنيا أسوة ببقية الأيام الوطنية وتفعيل قرارات إعادة الجنوبيين المسرحين من الخدمة وقرارات الإقالة والهيكلة. ونادى على الحكومة الوفاق الوطني بسرعة استكمال علاج جرح الثورة في فبراير وتحقيق الأمن في محافظة عدن وسرعة توفير الطاقة الكهربائية المقررة للمحافظة قبل حلول الصيف. ثورة فبراير جمعت قلوب اليمنيين جنوبا وشمالا بعد أن فرقتها العائلة. نتوجه اليوم من ساحاتنا بنداء لفخامة الأخ المشير عبد الرب منصور هادي، مطالبينه اليوم بتكريم ثورة فبراير وتخليد شهدائها وجرحاها وثوارها الأحرار بجعل 11 فبراير يوما وطنيا أسوة ببقية الأيام. هذا وقد احتشد عشرات الالاف في ساحة الحرية بتعز لاداء جمعة 11 فبراير عيدا وطنيا، مؤكدين على جاهزيتهم لمواصلة النضال حتى تحقيق كافة اهداف ثورة الشعب السلمية وتجري القطيعة مع نظام الاستبداد وثقافة التخلف والتهميش والاقصاء. واكد الثوار على حقهم في اعلان 11 فبراير عيدا وطنيا انتصارا لدماء الشهداء والجرحى وتضحية الشعب. وطلب ثوار تعز رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بترجمة إرادة التغيير والعبور الآمن إلى اليمن الجديد. أما في إب فقد أحيا الثوار جمعة 11 فبراير عيدا وطنيا مجددين الولاء لأهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية والوفاء لدماء الشهداء وتطلعات الشعب. وطلب ثوار إب لمحاكمة قتلة الثوار وإعلان قائمة سوداء بمعيقي التسوية والمتمردين على سلطة الشعب وضبط كل من يثبت تورطه في أعمال التخريب والفساد والعبث بمقدرات الدولة والوطن.
إلى الحديدة حيث شارك الآلاف من أبنائها في جمعة 11 فبراير يوما وطنيا، وذلك في ساحة التغيير بمدينة الحديدة، حيث أكد الثوار على أهمية أن يكون يوم انطلاق الثورة يوما للشعب وتحقيق الأهداف التي ضحى من أجلها الآلاف بأرواحهم ودمائهم. الآلاف من ثوار الحديدة خرجوا عقب صلاة الجمعة في مسيرات جابت شوارع الحديدة تطالب بمحاكمة القتلة، وتطالب الرئيس هادي بإصدار قرار جمهوري يعلن فيه 11 فبراير يوما وطنيا. أما في ريما فقد أحيا الآلاف من الثوار جمعة المحاكمة للمطالبة بإقالة محافظ المحافظة والعديد من قيادات المجلس المحلي المتهمة بقضايا فساد ونهب موازنة المشاريع المخصصة للمحافظة. كذبت بجلاله طاعت بأسمادها إلى هذه المنطقة لتحرك